الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نعمل شاحن تليفون مشتغل يدوي، يعني شاحن طارئ. هنحتاج موتور صغير بيشتغل على 3 فولت، ونحتاج اللي هو التروس اللي هي اللي بتبقى في اللعبة بس بتاعة الأطفال، الجير بوكس، وهنحتاج مديول اللي هو مديول بحول من 3 من 10 فولت أو 1 من 10 فولت لحد 5 فولت دي سي يو اس بي مديول. تمام كده. هنثبت الجير كده في الماتور في الدي سي موتور الصغير ده، وهنوصله مباشرة على المديول ده اللي هو اللي بيدينا اوبوت 5 فولت. ده المديول يا جماعة اليو اس بي، بنديله مثلا 1 من 10، 2 من 10 فولت، 3 من 10، 1 فولت، وبيخرجهم لي 5 فولت. اقدر اشحن عليهم موبايل، اقدر اشحن عليهم اي حاجة بتشتغل على 5 فولت. وراي بقى اللي الموجب والسالب، يعني الموجب اوصله على الموجب، الاحمر موجب واللون التاني الابيض ده يعتبر اللي هو السالب. تمام. مع كس البولاريتي، لو مع كس الاتنين مكان بعض عشان مش هيشتغل طبعا، هيعمل لي مشكلة. تمام كده. الاول هنعمل له تيست كده، وبعد كده ان شاء الله ايه نثبتهم مع بعض ونجرب قدامكم واوريكم ازاي نقيس البولت الخارجي عادي خالص. يعني الفكرة، يعني اللي عاوز يجربها على اي حاجة يقدر يجربها، مش لازم شاحن موبايل. يعني اللي محتاج 5 فولت شغل بهم اي حاجة يقدر يشغلها. دي يا جماعة جير بوكس عادي خالص بتاع لعبة اطفال. هنحاول نثبت الدي سي موتور الصغير ده اللي بيشغل 3 فولت، نثبته مع الجير بوكس بحيث ايه اما اديها باور، ادي الجير باور او اشغله يبتدي يلف لي الماتور، يبتدي يلف الماتور. الماتور طبعا اي حد بيلف الماتور بايده كده بالراحة بيخرج فولت صغير، لكن لو لفته بجير بوكس او حاجة حجم ميكانيك يعني بيديك فولت عالي او بيديك فولت بسرعة يعني. تمام. هنثبته عادي خالص بمسدس الشمع، بس ونراعي ان هم يبقوا الاكسين قصاد بعض، ويعني على نفس التوازي، يعني مبقاش فيه ميل. الاكس بتاع الثابت عليه الجير، الجير ده، والاكس اللي ثابت عليه الموتور. تمام. يبقوا على نفس المستوى. تمام. ثبتهم كويس، ازود شمع مفيش مشكله لحد ما يثبتوا، اصبر عليهم كده لحد الشمع ما ينشف. بالنسبه للاكس التاني ده اللي هو اللي طالع بره ده، ممكن يعني نقص ما نخليهوش. تمام. فكره جميله، فكره جميله يا جماعه، ويعني بصراحه وبسيطه جدا، يعني ابسط من كده مفيش. يعني بس كل اللي محتاجه هتجيب بس المديول ده من عند اي الكترونيك شوبينج، والموتور ده بتخرجه من لعبه الاطفال برضك، اللعبه القديمه. تمام. وكده استفدت. لو انا في اي مكان مفهوش كهربا، مفهوش بطارية خلصت مني، اقدر اشحن التليفون عادي خالص. تمام كده. يعني الفكرة دي لو تنفذت مظبوط وتنفذت صح، لا انا عايز باور بانك ولا انا عاوز كهربا. لو انا في اي مكان وهي في جيبي كده حاجة صغيرة، يعني بتاع 10 سنتي في 5 سنتي في 2 سنتي. تمام. انا مرضتش احطها لكم في بوكس واعمل لها باكينج، يعني لا، انا قلت بقى لكم كده عشان ممكن اقول لك اللي حاطط حاجه تاني غير البوكس. تمام. زي ما انتم شايفين، بمجرد ما بضغط على بشغل الجير بوكس، ادي له دفعه، بيبتدي يلف لي الموتور. طبعا الموتور بيلف بيديني، بيطلع لي باور. الباور ده هنقيسه قدامكم كل وقت بالافوميتر. بس نجيب الافوميتر ونوصله على الخارج يو اس بي خارج على الافوميتر، موجب موجب برضو، سالب سالب، يعني على اساس الفولت البولاريتي تبقى مظبوطه. تمام كده. بالنسبه للامبير اللي طالع، الامبير اللي طالع برضك بيبقى مناسب. يعني هو الموتور اصلا الصغير ده بيديني لحد 1 امبير، يعني 1 امبير و3 فولت. اليو اس بي بيخرجهم لي، بيوصلهم ل5 فولت. هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بس وصل الابو موجب موجب وسالب سالب. بس عايز اوريكم الفولت اللي خارج قد ايه. بضغطه بسيطه خالص على الموتور بيخرج لي باور، يعني بيخرج لي طاقه، يعني ان شاء الله. يعني شايفين
كده انا بطلع الجير بوكس، شايفين يا جماعة هو بوصل لكام؟ 4.9، 4.8، 4.7 فولت دي سي. تمام، الباور ده كافي جدا، او الفولت ده كافي جدا مع الامبير، كافي انه يشحن اي موبايل. الفكرة بسيطة وجميلة جدا، وممكن تتنفذ باكتر من طريقة. بمعنى الموتور الصغير ده ممكن يجيب موتور كبير شوية يخرج لي زي ما انا عاوز. تمام، يعني لو انا عايز اشحن حاجة كبيرة اخر 5 فولت، عايز مديول بيخرج لي 12 فولت، على فكرة ممكن في مديول بيخرج 12 فولت، في 9 فولت زي ما انتوا شايفين يا جماعة. وصلت لكم التليفون اهو، شوفوا ابتدى يشحن معايا. تمام، شايفين تشارجين تشارجين تشارجين. تمام، اتمنى يا رب الفكرة تكون وصلت والكل يستفيد. ولو عندكم اي تساؤل او اي استفسار تحت امركم، هسيب لكم الكونتاكت ميل بتاعي موجود اسفل الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب الفكرة تكون